بنات ريري اللي بخليكم بخبرت ليكم عليكم. شكرا شكرا للي سول فيا، كاع اللي سول عليا شكرا لي سولوا عليا بزاف، قال لي صبرتي كنشكركم بزاف. وخا غبرت انا جيت لكم بواحد المقبلات اللي رائعين تقدميهم في رمضان، في غير رمضان، مع الشوا، مع المحمر، مع المجمر، مع الحوت، مع داكشي اللي كتشهي. مهم مقبلات رائعة، مكونات بسيط، من حاجة حاجة ان شاء الله غادي نزيلو الطبيلات ديالنا. البنات راني كنت مريضة بزاف، كان جاني واحد المرض سميتو مرض داء الملوك اللي كيقولوا له النقرس او لا قوت قوت لا قوت قوت ولا معرفتش يقولوا لي. المهم بحال هكا ضربني رجليا، المفصل ديال رجليا، درت الكروسة ما بقيتش كنقدر نوض، والحمد لله دابا عاودت رجعت ووقفت، وها انا مع الوصفات. وهنا شكرا بزاف البنات سولوا عليا، بزاف اللي سولوا عليا، الله يطول عليهم الخير والله يعطيهم صحيحتهم والله يعطيهم داكشي اللي كيتمناو في هاد العواشر. فرحوني بالميساجات ديالهم، فرحوني بانهم سولوا عليا وقالوا لي ملي كتظهر غبرتي ياك لاباس. شكرا لكم بزاف. يلا البنات ندوزو الوصفه ان شاء الله وانا معكم. شكرا البنات كديري لاباس عليكم، احوالكم طيبه، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن حال. البنات اليوم عندنا مقبلات اللي هما رائعين، يصلحوا المالين ريجيم اللي ما كياكلوش اللحوم بزاف وهذا يليقوا ليه، بحال انا الزوج ديالي ما كياكلش اللحم بزاف، اولا كيفضل انا ما يكونش الدجاج اولا اللحم الاسبوع كله. المهم انا غادي نصب ليه المقبلات ان شاء الله وغادي نشاركهم معكم. انتم عندي الخضر مشكله، عندي بعدا الفول هاهو مفوره وديره هنا. المهم انا غادي هنا راني درت الدجال كيتشوى، ماما خليه يتشوى صافي. بالنسبه غادي نبداو بالسلطه الاولى، كبت لكم ديال الفول عندي هنايا كميه ديال الكزبر، كيبغي هو الكزبر صراحه. عندي هنا شويه ديال الثومه، ما غاديش نحك الثومه كامله، غنخلي واحد شويه حد معلقه هكا ديال معلقه صغيره ديال صلصه الطماطم اولا ربيع. نتوما ديروا العطريه شويه شويه اللي ما عندوش، انا حتى عندي هاد الاعشاب مخلطين ديال العطريه والاعشاب فيها كل شوية الزعتر. انتوما كيف كتشوفوا شي شويقه هذه اللي كنت صورت معكم صلصه الشواء، التوابل الشواء. هادو حد دايره فيهم الازير، الزعتر، العطريه، وتفكرت راني كندير معاهم حتى الملح، داكشي علاش حيدت الملح وخلاط الفول مفوراه بالملح، داكشي علاش حيدت الملح. كنت غندير هكا كحاله بالملوحه، وراه اللي ما كياكلش الملح بزاف صافي. زويته بيديا غير شويه ومباشرة غندير عليها الفول، ماشي غادي نقلي هادي بوحدها، غادي نقلي كلشي بخطرة. أنا الفول لا راه كيكون عندي هكا كنكون جالسة كنوض بحال البارح هدا فورتو، يعني دايرة بحساب غنديرو اليوم صافي. غادي يتشحر هادشي في البوط، غادي نمسكو هنا. صافي غنخليه يتشحر، هانتوما يتشحرت مزيان وحد الريحة طالعة منها يا سلام. والمقبلة الثانية غتكون ديال الباذنجان، هاهو شويتو هاكا وغادي نقشرو دابايا. وهذا الفنجان ها هو، انا درت شويه شويه، وانتم اللي بغى يدير بزاف يدير، انا دايره بحال حساب الزوج ديالي حتى هو اللي كياكل هادشي بزاف، وانا كناكل معاه شويه. اما ولادي خلاص ما كياكلوش هادشي بزاف، الا كلاو ياكلوا شويه سلاطه وصافي. المهم هذا البنات بغيت نفكركم، هذا راه هاد الوصفه راه هي اللي سميتها ما باغا نوز، واحد الفيديو قلت لكم راه كنوجد الدجال دائما تيكون عندي مشوى في الثلاجه، وكندير به بحال شكل ديال الزعلوك، وسميتو بابا غنوج حيت ما كدار فيه لا عطريه لا شي حاجه.
بزاف ديال التعاليق جاوني ان يعافاك الشارع كي معانا هاد الباب غنوز، وهانا غادي نشاركو معاكم دابا ان شاء الله. صافي بلا ما كنغسل هاد القطعه بلا والو، حتى الصبر راه كنحتاجو. المهم بحال هكا حتى هو كيبغى الصبر وشويه ديال الثومه، داك شويه رويه ديال الثومه اللي خليت يعني هادو مكنحتاجش كاع بزاف، هاد شويه ديال الثومه اللي خليت من الفول هو اللي غادي نحك. صافي نقطع هاد الخيوقين. صافي هاهي مطيشة فليفلة بصلة، صافي كنحكو نخلطوها في الفلا، مكديرو حتى شي حاجة نفس هاديك تخلطو فيها. صافي غندير دابا شوية ديال الملحة، اول حاجه بدا شويه ديال الخل، زويته بلديه مليحه، خبيصه صغير قرا ديال البزار، شفتو شويه قرا ديال البزار، وشويه ديال الكمون. صافي هادو التوابل اللي كنحتاج. وبالنسبة الثالثة نص الثالثة في عندي فيها البروكولي، الخس بصيلة، مطيشة، لافوكا، الفجل، ونبداو إن شاء الله. مطيشة راه مكنحيش ليها الزريعة كلها، كنخلي فيها شوية الزريعة. هادي كنقوي فيها مطيشة حتى ولدي حتى هو كيبغيها. درت غير النص ديالو مدرتوش كامل. قطرت عليها شوية الحامض مسكحل، غندير شوية زيت الرومي، شوية الخل، قطيرات ديال الخل، شوية ديال البزار، غير شوية ماشي بزاف، شوية وعلى حساب بالحق كل واحد وكيفاش كيبغي. أنا الزوج ديالي مكيبغيش البزار بزاف، قطيرات ديال الملحة. غادي نخلطها هكا مزيان، صافي هادو هي التخليطة ديالها. ضروري نستعملي الدقة، قريتو اليوم القرآن؟ بليت ماما نكملو عندك ماما، وهاهي واجدة دوزو الرابعة دابا. بالنسبة للسلطة الرابعة أو المقبلة، المهم قولو ليها كيف ما بغيتو، عندي فيها باربة، تفاح، خيار، هدا مزيج بين الحلو والمالح، غادي نحكوهم بعدا. ولا بغا ديرها بقشرة يديرها بقشرتها، أنا حتي تعجبني هاكا بقشرة.
البربره ما مسلوقاش. شدي تقولي صافي غنوجدو ليها الخليقه اللي غنديرو معاها. غندير واحد القطيره ديال الخل، قطيره ديال الزيت مليحه ماشي بزاف. عرفتيكم هاد السلطه او المقبله كتدخل مزيج بين الحلو والملح، واحد معلقة ديال دار المصوص، خليطو وجه خليطو. هاد العشية كدير صحي، إلا كانو كياكلو الوليدات فوق ياكلو الوليدات غيديروها لهم، يعني كدير فيها الباربة اللي هي صحية الوليدات الكبار والصغار، ماشي غير الوليدات، خيار وتفاح. البنات هادشي راه كنحتاجو أنا في رمضان بزاف، وبزاف ديال المقبلات منها ديال القريعة ديال الخيزو ديال اللوبيا ديال الملفوف المكور. المهم غتشوفو معايا في هادشي في رمضان إن شاء الله إلا طول ربي العمر. وكيف كتشوفوا اربع سلطات او مقبلات، سميوهم كيف ما كتبغيو، لانهم هادو كيتسمى مقبلات لانهم كيتقدموا مع الشواء، كيتقدموا مع الدجاج ديال الفران، كيتقدموا مع الطبق الرئيسي كيكون هو ديال الدجاج او الحوش او اللحم، وتيكونوا هادو كيساعدوا ان الواحد ما ياكلش اللحم بزاف، وهذا يعني كياكل هذا الشيء باش ما ياثرش عليه الحيمه او الدجاج على صحته. راكم نتوما عارفين البنات ما كاين محسن من الخضره، ما كاين محسن من الخضره، وساهلين وبسط. وشفتوا ان غير حبه حبه من الحاجه، شوفوا شنو خرجت ليا ما شاء الله. حاجه الخضر حنا خضر. انتم البنات شوفوا شوفوا البنات، ما تنساوش التعليق ديالكم الزوينين، اللايكات اللي كتفرحوني بيهم، ويلا البنات نهاركم مبروك.